من الرياضات الجديدة يمكن أن نسميها كذلك رغم أنها لا تتمتع بأي تأطير قانوني رياضة لو باركور رياضة مضمونها القفز من سطوح المنازل والعمارات ممارسة محفوفة بالمخاطر رغم ذلك هناك فرق تكونت من شباب بين 15 و17 سنة كما سنتابع في ريبورتاج جيهان الدوللي وعثمان ميركادو هشام أشكرام 15 سنة أصغر عنصر بمجموعة ستريت بويز المغامرة المجموعة تمارس رياضة الباركور للمغامرين الشباب منذ 6 أشهر وتعتبر أصغر فرقة بالمغرب كنقصوا بحاجة بحاجة بدينا من 2 متر توصلنا دابا 5 متر من تما بقينا تدريجا كنجيبوا اللعبات في السمار ولاد صام اخر تكملنا فيها شنو كيعجبك في هذا السبور؟ هذا السبور عزيز علي حيت فيها لو ريسك وعجبتني وما عمري ما حيد منها اللهم يعمل هذه الرياضه ديال الباركور واخا فيها لو ريسك خلي باش ما يمشيش لشي حوايج اللي هي غير معقوله كمثل المخدرات واللي كنتمنى من المسؤولين باش يكونوا النوادي ديال هذه الرياضه خطورة الرياضة لم تمنع هؤلاء الشباب من مواصلة التدريب اليومية مع غياب تام لقوانين اللعبة البارح في الليل كنا كنترينيو وطحت من بريمير بغا ندير واحد الغولات وطحت على اليدي ودابا شتو الغيسك اللي احنا فيه دابا كون كان دابا شي نادي كرة الداوينة دغيا ولاسيغونس احنا ملي كنمشيو مثلا الفيلات كنمشيو كنبغيو نترينيو كصحابنا حنا كنشفروا ولا شي حاجه ما حنا راه كنترينيو حيت ما عندناش النوادي وما عندناش فين نلعبوا حنا كنترينيو باش نوليو ان شاء الله بحال فريق ديال ياماكاسي ولا دافيد بيل او سيريل رافايلي وبغينا نمثلوا بحالهم في افلام بحال بيتراز بغينا حتى حنا نمثلوا افلام ما نجيبوش اجانب باش يمثلوا لينا شباب مغامر وكله أمل في تقنين هذا المجال الرياضي السينمائي الجديد بالمغرب في انتظار أن تؤسس نوادي تأطيرية للتوعية والتحسيس بالنسبة لهذه المجموعات الفتية.